بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. في هذا اليوم السعيد كان عندنا حفل اختتام الأنشطة التي أنجزناها خلال الفترة ما بين 2020 و2021، وهذا بشراكة مع مشروع السلامة والأمن الجماعي كوبا. والحمد لله قد أنجزنا أعمال وقدمناها من خلال فيديوهات وصور وتعليق، وهذا راجع لأعضاء جمعية حي المجد ونواة حي المجد زهرة جوج، الذين لم يبخلوا بمجهودات جبارة من أجل إنجاز هذا العمل الذي نفتخر به. ونقدم الشكر الجزيل لشباب وشابات النواة الذين عملوا بجد ونزاهة وجدية حتى كان النجاح حليفنا، والحمد لله في هذه الأمسية. ونتمنى التوفيق إن شاء الله والمزيد من التألق لهذه الجمعية التي ما فتئت تعمل من أجل المصلحة العامة ومصلحة الحي، ومن الحي إلى المدينة، ومن المدينة إلى على الوطن، والحمد لله وشكرا لكم. ونتمنى المزيد من الخير إن شاء الله والتألق لهذه الجمعية، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.